اهلا بكل مشاهدينا وحلقه جديده في زينه وفقرات خاصه جدا ليوم الجمعه. يا رب ان شاء الله تستمتعوا وتستفيدوا بفقراتنا. فقرتنا الثانيه هنصحكم فيها في مطبخ زينه، نتعلم فيها مجموعه من اشهى الاكلات. لكن اولى فقراتنا مشاهدينا هنصحكم فيها في رحله ايمانيه جديده في بيوت امنه مطمئنه. اي بيت لا يخلو من المراه، المراه الام الاخت الابنه. المرأة في الإسلام مكانتها مكانة مختلفة تماما، يعني كل اللي بيتكلم عن مكانة المرأة وحقوق المرأة وإحنا في عصرنا النهاردة إحنا بنقول إن الإسلام كرم المرأة من آلاف السنين. أول امرأة كانت أسلمت السيدة خديجة، وهي أول من آمنت وأول من سجدت لله سبحانه وتعالى. أول شهيدة في الإسلام كانت امرأة. أول وزيرة في الإسلام كانت امرأة، وده كان في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. أول امرأة حفظت القرآن في بيتها، لما تجمع القرآن اتحفظ في بيتها، كانت السيدة حفصة، كانت أيضا امرأة. لما نتكلم عن المرأة والإسلام وقد إيه الإسلام حفظ للمرأة حقوقها، سواء كان في الميراث حقوقها في كل الأشياء، ولهن مثل ما عليهن، ربنا سبحانه وتعالى قال كده في كتابه الكريم. الأوصى عليها سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام هي المرأة، وقال رفقا بالقوارير، وقال استوصوا بالنساء خيرا. فتخيلوا قد ايه المرأة مكرمة في الإسلام. مزيد من التفاصيل هنعرفه بعد الفاصل وأولى فقراتنا في بيوت آمنة مطمئنة. أهلا بحضراتكم. أصغر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من روى عنه من أمهات المؤمنين، حتى غدت في رواياتها للحديث النبوي قولا فصلا في الدقة والأمانة وسلامة الرواية وقوة السند. أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأنس لها ويكرم مكانتها، فقد كانت أحب نسائه إليه مثلما كان والدها أقرب وأحب أصحابه إليه. اللهم لا تجعل عيشي كدا ولا تجعل دعائي ردا ولا تجعلني لغيرك عبدا ولا تجعل في قلبي لسواك ودا. أسماء بنت أبي بكر كانت تنقل الزاد للرسول صلى الله عليه وسلم في نطاقيها، فلقبها الرسول بذات النطاقين. تكريم الإسلام للمرأة طبعا هو كرمها في نواحي كتير جدا. انا شايفه ان هو اداها حقوقها، يعني يمكن ناس كتير دلوقتي شايفه لا ان هي ملهاش حق، لا بالعكس الاسلام اداها حقوق كتيره جدا جدا. اداها حقها في الورث، اداها حقها في العمل، يعني ناس كتير تقول لا مش من حقها تشتغل، لا بالعكس، يعني الصحابيات وزوجات الرسول كانوا كلهم بيعملوا، فانا شايفه ان هو اداها حقها في حاجه زي كده، فلا يعني الست في الاسلام واخده حقوقها كويس جدا. يعني طبعا المرأة دورها زاد جدا بعد الإسلام ما جه، لأن قبل الإسلام كان في مشاكل كتير وكان مهمشة وكان ممكن توقت حية، أما بعد الإسلام اترفع من مكانها، بقى ليها مراس، يعني زيها زي الراجل بالظبط، ليها مراس، وكمان الرسول وصى على السيدات وعلى زوجاته كلهم كان بيراعيهم. الحياة قبل الإسلام كانت بتهين المرأة، كانوا الناس بيوقدوا البنات، لكن بعد الإسلام حرر المرأة وكرمها وجعل ليها شأنها. المرأة فعلا يعني ان هو ادها حقوق كتيرة جدا في كل الكتب يعني السماوية، ان يعني هي ليها حقوق في حياتها كبيرة، من ان احنا مثلا ننفق عليها وان احنا نبقى مسؤولين عنها في حياتنا عموما ونهتم بيها، ودايما نخاف على مشاعرها لان هم بيبقوا ليهم حاجات معينة واحتياجات معينة، فشافت في العلم والعمل والحاجات دي كلها.
صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام، رسولنا الكريم اللي أوصى بالنساء. والنهاردة وإحنا بنتكلم عن تكريم المرأة وعن إزاي فعلا إن الإسلام كرم المرأة وإن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وصى ولاستوصوا بالنساء خيرا، هنشوف مكانة المرأة في الإسلام النهاردة معنا ومع حضراتكم فضيلة الشيخ دكتور عبد الله عبد العليم الصبان، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر. برحب بحضرتك. أهلا بيك. وأهلا بحضرتك ودايما معانا. في خير نلتقي يا رب دايما يا رب بإذن العالم. الله نتكلم بداية عن المرأة في الإسلام. نعم. ويمكن إذا كنا بنتكلم النهاردة عن حقوق المرأة وبننازي بحقوق المرأة. نعم. لكن من آلاف السنين ربنا سبحانه وتعالى كرم المرأة في أكثر من موضع. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يعني لما نقول النهاردة حقوق المرأة يبقى معناها كل اللي فات غفل أو شيء ما كانش موجود. لا، إحنا عايزين نقول حقوق المرأة ثابتة وحنجيب ما يثبت، لكن هنقول الاختلال اللي حصل فأبعد المرأة عن مكانتها ومنزلتها في ذهن رجل ابتعد أيضا عن مكانته ومنزلته. القصة كلها إحنا عندنا شريط قطر وقطر راكب. أي. القطر ده لما بيحصل في أقل خلخلة بيحصل إيه؟ بتقبل الحوادث اللي أنت شايفاها. فليس معنى هذا إن ركوب القطار مش سليم أو مش صحيح، لكن نقول المهندس اللي هندس الكلام ده حصل عنده سهو، او المحولجي الموجود هو اللي عمل ايه، هو اللي نام وغفل، او الصيانه ما انظبطتش. فاحنا عايزين نرجع نعمل صيانه تاني. الرجل ما عادش هو الرجل اللي هو سيدنا ابو بكر وعمر وانس بن مالك وابن عمر والناس الحلوه. والست ما عادتش برضه هي حفصه وبنت سيرين وغيرها وغيرها. فاحنا احنا احنا اشقينا انفسنا، يعني احنا اللي وضعنا انفسنا في ارض الايه، فأرض الشقاء وتبادلت الادوار للاسف. ما هو اللي حصل، ما بقول ساعات خلاص ما دام اختلت المسائل. احنا كنا بنشوف زمان حتى المخلوقات اللي تحت، الكلب ما يسيبش قطه في حالها والقط ما يسيبش فار في حاله، كان كله جاي في المنظومه. لابن ادم خدام، فلما ابن ادم اختلت المنظومه، لقيناهم بياكلوا مع بعض ويلعبوا مع بعض ويجروا مع بعض، انا كنت جاي احافظ عليك طول ما انت محافظ على قوامك مع ربك، فلما اختليت الكون اختل تحت رجليك، ما حدش بيديك بكرامه. خلينا نرجعها بقى لما كانت عليه. واحد كان زمان ايه، والله اني لا اعلم سوء علاقتي بربي او عدم يعني علاقتي بربي في سوء خلق زوجتي وحماري. الحمار اضربه عشان يمشي مش عايز يمشي، ومراتي رجاها مقلوبه علي، اعرف ان انا مش منضبط مع ربي، لان انضبط يضبط من وراءك. يمشي ايه؟ من وراءك. فالاسلام ذكر وانثى، هو ومين؟ الخلق ذكر وايه؟ وأنثى، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وما خلق الذكر والإيه والأنثى، الذكر والأنثى الاثنين اسمه زوج، مش فرد، اسمه إيه؟ زوج، شايلين بعض، ما فيش تفاضل، كل واحد له رسالة وله أمانة بيأديها في الأرض. الكلام الكثير الناس فاضية، لما اختل بقى وبعد عن منهج الله وأصبح دماغه مثلا منهج فلان الفلاني، وجوديه ده جهليه الكلام ده. فبدا من خلاله يتكلم من منطق بشري مش منطق الهي. فمنطق البشريه بدات تفلسف المراه بقى، ده مخلوق حيوان لا روح له، لا روح لا حيوان، لا مش عارف كده، وبدا يهبلوا لهم ما خلقوش المنطق بقى. أمراض القلب وأمراض كتير جدا بتكون هي بداية كل المشاكل اللي بعد كده بتظهر على الإنسان، والمفروض إن إحنا نلحقها من بدري، وبالذات للأطفال ابتدت تنتشر قوي السمنة في الأطفال. هو طبعا لازم الرياضة ولازم الحياة الصحية عامة لازم تبقى موجودة بشكل عام، ما تبقاش مثلا اللي هو لا أنا هعمل مثلا نظام غذائي لفترة معينة، لا هو لازم دوت يبقى مستمر معنا طول الحياة. السمنة مشاكلها كتير جدا، وبتأثر أول حاجة بتأثر عليها القلب، إن لو حد مثلا تخين وعنده مشاكل وكده ما بيقدرش ان هو يتحرك، وبيبقى عنده مشكلة في عضلات قلبه كده. علشان يتخلص منها بقى لازم ان هو يعمل رياضة كتير، يتبع نظام غذائي كويس، ويفضل يعني مستمر عليه مش فترة ويخلص.
السمنه واضرارها على صحه الانسان، وازاي انا اقدر اتجنبها وازاي اقدر اتخلص منها. السمنه بيبقى ليها مشاكل كتير، بتتعب مفاصل الجسم، بتعمل تصلب في الشرايين، بتساعد على ظهور امراض مختلفه للقلب، بتساعد على ظهور السكر، بتساعد على ظهور مشاكل كتير في جسم الانسان. فانا النهارده بقول ايه، ازاي اتجنب ان انا ابقى شخص بديل، ازاي انا اتجنب مشاكل السمنه. طب لو انا فعلا خلاص حصلت لي مشاكل السمنه كشخص، بدات اعاني من تصلب في الشرايين، اتعرضت ان انا اعمل دعامات في القلب، اتعرضت لمشاكل بسبب السمنه. وعلى فكره دعامات القلب دي كمان مش كل اللي عاملينها لازم يكونوا بدناء، ممكن يبقى شخص نحيف لكن عنده دهون عاليه في الدم وفي تصلب في الشرايين ويضطر انه يعمل دعامه في القلب. طب لو كان هذا الشخص عامل دعامه في القلب وبديل في نفس الوقت، ازاي اساعده انه يتخلص من السمنه؟ بنقول ان احنا كل يوم الصبح على الريق كده كوبايتين ميه، قبل ما اكل اي حاجه كوبايتين ميه على الريق، واستنى ساعه زمن وبعد كده ابدا افطر. اخلي بالي في اكلي ان انا اقلل نسبه السعرات الحراريه، بمعنى الدهون اشيلها من اكلي تماما. طيب في ناس هتقول لي طب ده انا جسمي العلم بيقول ان انا محتاج من سعراتي 15% من السعرات اللي باخدها كل يوم محتاجها تكون دهون. برد عليه وبقول له اصل الرز لو انت غسلته وسلقته وكلت 3 معالق مسلوقه هي فيها دهون، في زيت الرز في الرز. العيش البلدي او العيش الفينو او اي عيش انت هتاكله، طبعا في السمنه بنقول بلاش الفينو، خلينا في العيش اللي فيه نسبه رده، بيكون افضل كتير، اللي هو من القمح الكامل بيكون افضل كتير للاشخاص اللي بيعانوا من سمنه. فبقولك حتى العيش البلدي القمح نفسه فيه زيت القمح، لو انت غسلت قمح وسلقته وعملت نص كوبايه قمح تفطر بيها جنب حاجه تانية هنقول والكلام ده كله، طب ما القمح المغسول والمسلوق دوت فيه نسبه زيت. اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا في زينة، ولقائنا في مطبخ زينة. معانا النهارده الشيف محمد سعيد، اهلا بيك معانا، منورنا. وعايزين بس نقول ان هو من اسوان، وطبعا يعني اهل اسوان دول مشهورين اولا بالطيبه الشديده جدا، وثانيا طبعا الاكل هناك تحفه. اكيد طبعا. يلا قول لي النهارده المنيو بتاعك ايه؟ ان شاء الله الطبق الرئيسي النهارده مكرونه باللحمه. تمام. باللحمه المعصيه، لحمه ملبسه. اللي ايه؟ اللحمه الملبسه، لحمه حمراء. طيب تمام. مختلفه شويه. وعندنا سلطه هواي بالفراخ والاناناس والتفاح، وعندنا شوربه البروكلي. طب نبدا بايه؟ هنبدا بالطبق الرئيسي. اوكي المكرونه. تمام. ماشي. عندنا هنا المكرونه هي مسلوقه. ماشي. هنعمل بشاميل. اوصف لنا بقى وانت بتعمل، قول لنا مقاديرك ايه وحطيت ايه على ايه. ماشي. عندنا هنعمل بشاميل لحضرتك دلوقتي. بشاميل بنحط زبده لا البشاميل ده انا جايبه جاهز. تمام. تمام. برضه بيبقى اسهل للمصنع، هو اسهل اللي مش بتبقى عارفه كويس تعمله عشان ما يكلكعش. هو الثاني طبعا زبده ودقيق حته دقيق واللبن. تمام. هي دي بتبقى المكرونه دي بتبقى بالصوص الابيض؟ بالصوص الابيض. اوكي. حطينا احنا بقى البشاميل، تحط عليه ملح وفلفل وكده، عليه كل حاجه هو جاهز. تمام. استنى شويه نتكلم في هتعمل ايه بقى بعد البشاميل؟ اللحمه هنعصج اللحمه. هتعصج اللحمه؟ هي جاهزه برضو. هي اللحمه الملبسه دي بتبقى اللي هي بتبقى قطعه كامله على بعضها، وش اللي هي بتبقى وش الفخده. وش الفخده. تمام. بتشوحها ولا ايه؟ شوحها. وبتتبلها قبل ما تشوحها ولا تشوحها كده من غير تتبيله؟ هتتبلها طبعا اكيد. بايه بقى؟ فلفل اسود وملح. وملح. تمام. بس كده؟ بس كده.
هي اللحمة مش زي الفراخ، الفراخ بيبقى يتحط لها اكتر بهارات كده، فلفل ابيض. اه طبعا. اه تمام. وده ايه بقى؟ مشروم ولا لحمة برضه؟ لا لحمة برضه. انا هتوصل النهارده شويه. بنبقى سلقينها الاول ولا بتبقى؟ انا ببقى سلقها اه عشان اه علشان ما تاخدش وقت، ما تاخدش وقت شويه. صح. تمام. نحط قطعتين جبنه شيدر بس. ده ايه بقى اللي بتحط؟ جبنه شيدر. جبنه شيدر اوكي. ده فوق البشاميل. فوق البشاميل اه. تمام. ممكن نحط موتزاريلا لو حد بيحب الموتزاريلا. طب طعمها يختلف. انا هحطها في الوسط كده ومن فوق. تمام. هي بتبقى مختلفة عن المكرونة الثانية. بس انا هضيف فلفل ابيض بس. اوكي. ماشي. رشة صغيرة يعني. تمام. اللي هي ايه حضرتك؟ بتبقى مختلفة عن المكرونة النجريسكو او المكرونة اه مش كده؟ او المكرونة البشاميل. هو أزل. مش كتير بيعملها اللحمة الكاملة كده. اه اللحمة الكاملة على بعضها. ايوه. عايزين نفكر الناس تاني ان دلوقتي احنا عملنا بنعمل بشاميل والطاسه التانيه حاطين فيها اللحمه بعد ما اتسلقت بالظبط، وعليها ملح وفلفل بس، فلفل ابيض. فلفل ابيض بس اه، بلاش فلفل اسود ده عشان ما تغيرش شكل المكرونه. ايوه. خلاص تقريبا عندنا اهو. خلاص تمام. هضيف شويه صغيرين هنا. ماشي. اه نبدا الاول نحط ال اوكي. هي الصوص يفضل ما يبقاش تقيل صح؟ ما يبقاش تقيل عشان خاطر بس يخش في المكرونه. اوكي. طبعا المكرونه عشان ما تعجنش فيها زيت وفيها ملح. تمام. بعد ما بنطلعها بنشطف المكرونه ولا بنحطها بميه؟ لا انا ما بشطفها. تشطفهاش؟ بتبقى احسن. انا بس بصفيها. مش بيبقى فيها نشا؟ لا بيبقى احسن. بتبقى احسن. طيب اوكي. مش في ناس بتشطفها بعديها بتعجن شويه؟ بتعجن. ايوه صح كده. بس هي سخنه كده بتبقى ممتازه. بس طعم النشا ما بيبقاش فيها مش كده؟ لا ما بيبقاش فيها. ما بيبقاش. خلاص انا نزلته انا. تمام. هي كمان فكره انها تتعمل في بولات صغننه علشان ما تبقاش في بتاع كبيره، في بايركس كبيره مثلا ولا حاجه كده احلى، كل واحد ياخد طبقه. صح كده؟ كل واحد واحد. ايوه. احنا هننزل هي باللحمه. نحط فوقيهم اللحمه. اه. دي مشهورة بيها بقى أسوان الأكلة دي. هو ده الطبق بصراحة أنا اللي عملته. ده الاختراع. ده برضه اختراع أسوان. لا هناك في أكلات تانية مختلفة جدا عن هنا ما تقريبا يعني ما وصلتش هنا. ما احنا بقى بعد ما نخلص نشوف كده تقول لنا اسمهم ايه الأكلات اللي احنا ما نعرفهاش. في عندهم أكلة اسمها ايه؟ اسمها جاكوت. جاكوت آه. دي عباره عن ايه بقى؟ دي عباره عن ملوخيه بالبيض بقى. ملوخيه بالبيض؟ اه. ازاي يعني؟ هي النوبيين هناك مشهورين بيها قوي. وبتبقى طعمها حلو؟ والله انا ما جربتهاش. شبه الملوخيه اللي احنا بنعملها يعني، دي الملوخيه بالثوم والكزبره. بيضربوا البيض تحت في الاول في حله. اه. خلاص بيسووه في الزبده او بالسمنه ايا كان يعني.
وبعدين بقى ينزلوا الملوخيه تتقلب وبعدين الطشه. غريبه دي كتير ما نشوف، يمكن لو اتعملت حد يحبها. طيب نبقى نعملها ان شاء الله، نبقى نعملها مره. ايه تاني غير اسمها ايه؟ جاكوت. 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 ايه تاني اسماء اكلات حاجات بقى من غير البيض والنبي عشان ممكن يعمل مشاكل اساسا في البلد، يعمل مشاكل. بالظبط. احط شويه موزاريلا من هنا فوق بس. انت بتدخلها الفرن بعد كده؟ تمام. دي جبنه موزاريلا. هي البطل في المكرونات دي الجبنه الموزاريلا. الموزاريلا طبعا. بس هي بتتخن شويه بس طعمها تحفه. بس بس جميله بصراحه. وكمان للولاد بيحبوها قوي، الاطفال بيحبوا قوي المكرونات. بيحبوا بس ال اللي اللي بتموت. ايوه الشابه دي. نغطي بقى وشها كله صح؟ هحط موتزاريلا تاني برضه. هتحط موتزاريلا تاني فوقيها؟ بس عايزين نسرع شويه عشان الوقت. طيب ماشي. اوكي. هي تقريبا هي دي. هنعمل بقيه الاطباق. هي بس الوحيده اللي هتطولش معانا شويه. لكن الباقيين سهلين؟ ان شاء الله. طيب تمام. انا برضه ممكن اشتغل يعني. انا هشتغل بقى في الطبق الثاني البروكلي. تمام. وهخلص هحط دي في الفرن. ايوه. طيب كويس. البروكلي احنا بنسلقه الاول ولا بتشوحه؟ مسلوق حضرتك اهو. بنزل حته زبده. عندي مكعبات فراخ اهي. هتشوح فيها الفراخ؟ هشوح فيها الفراخ. تمام. وتحط لها برده توابل ولا لا؟ فلفل ابيض وملح بس. بس برده؟ بس. انا عندي كده اصلا بيون دجاج هنا مرقه، فهو ده مش محتاج يعني اي توابل ثانيه. تمام. عايزين نقول لكم برضو البروكلي بعد ما نسلقه ممكن نحطه في ميه في ثلج علشان يفضل لونه اخضر. عشان يفضل اخضر زي ما هو. صح كده. لان لو اتحط في ميه عاديه هيبقى لونه هيغمق، مش هيدي حتى الشوربه مش هيبقى. ايوه بالظبط. الشوربه مش هيبقى لونه اخضر جميل كده زي ما بتطلع. هي شوربة بروكلي كمان مفيدة جدا، ممتازة قوي. طعمها حلو وفي نفس الوقت بتدي قيمة في الشتاء يعني. في الشتاء بتدفي كمان. لا والبروكلي كمان مضاد للأكسدة فبيبقى فعلا مفيد لصحة الإنسان يعني. ولو حد من الولاد أو الشباب مش بيحب الخضار ممكن نحطها له في الشوربة ونضحك عليها. الشوربة في الشوربة هيفرحوا بلون الشوربة إن هي خضرا. تبقى خضرا. حضرتك هنحط نحط دول في الفرن. احنا كده عملنا الطبق الاول مكرونه باللحمه القطع باللحمه المكعبات، وده مختلف عن المكرونه اللي احنا بنعملها سواء كان نجرسكو او مكرونه بشاميل. في انتظار بقى شوربه البروكلي. انت هتشوح اللحم الفراخ وبعد كده شوح الفراخ. تمام. وانا عندي المرقه اهي بتغلي. تمام. عندي فلفل ابيض. ملح. حته فلفل اسود صغيره. فلفل اسود. اوكي. لا انا مش هحط ملح عشان المرق. المرقه اوريدي فيها ملح. خلاص. طيب تمام. انا بقى بحب احط الثوم مش في الاول. في الاول بيتحرق. بيتحرق. انا بحب احطه بقى كده يعني كده هو خلاص هيعمل الريحه اللي انا عايزها. في نفس الوقت مش هيتحرق. تمام. يعني لو حبينا نعمل حاجه بالثوم نحطها بعد ما نحط مثلا فراخ. انا عن نفسي شخصيا بحب اعمل كده. تمام. بس حضرتك هو مش هيسوي او مش هيغمق ولا هيمرر الاكل. لان لو اغمق شويه هيمرر خلي الاكل مر شويه. والثوم بيدي كمان طعم الاكل حلو قوي. Thank you.
المفروض بعد كده بنضرب في الكبه البروكلي. البروكلي هتضرب في الكبه اهي مع الشوربه. طب يلا نضرب. انت بتحط له حاجه تانية غير الكريمه اهي بس تغلي وهنزل عليه شويه الكريمه وبعدين اضرب بس خلاص كده. هو دي مش بتضربه بالفراخ تحط فيها شوربه؟ لا لا الفراخ معاك. الفراخ دي انا هعمل بيها السلطه. دي مش للشوربه. لا لا مش للشوربه. الشوربه اهي دي بتاعتها المرقه. مش بتحط دقيق معاها؟ هحط حته صغيره بس شويه حوالي 100 جرام. تمام. دي بس هي هتغلي بتبتدي تغلي الاول يعني. عشان بس نعرفهم. يعني احنا خلينا نفكر بقى نقول ان شوربه البروكلي هي مرقه بتغلي. المرقه حوالي لتر ميه. تمام. عليه حوالي 6 قطع مرقه دقيق. اوكي. حوالي 100 جرام. او لو احنا عندنا اوريدي شوربه عاملين بيها فراخ او اي حاجه ممكن نستخدمها تبقى افضل. طب حطيت بقى انت ال 100 جرام دي. دقيق فوقيها. تمام. وبعدين هنحط الكريمه اللباني ونضرب. طب ما احنا ممكن نحط البروكلي نحط معاه الشوربه عشان تسهل. ما انا هعمل كده دلوقتي. وانا اوريدي اصلا سلقه. بس برضه هيبقى اسهل هيدي القوام احلى تهيألي كده. في ناس بقى بتحب تزود القيمه الغذائيه تزود عليه بقى تحط عليه كرفس وتحط عليه بصل اخضر. كرفس بس يبقى جميل قوي. شفت بقى؟ ما شاء الله عليك. نزلنا اهو. تمام. بس فلفل ابيض بس. اوكي. هي حطينا البروكلي معاهم تاخد برضه من طعم الغلوه بس. غلوه بس كده. اوكي. هنبتدي كمان في السلطه. ماشي. طيب الوقت للاسف خلاص خلص. هل ممكن تطلع لي الحاجه بقى؟ معلش سوري احنا خدنا وقت على ما عملنا الحاجات. يعني احنا كده خلاص؟ طلع لي بس المكرونه نوضحها. وممكن بقى نختم وانت كمل انت مع التترات بتاعت البرنامج. طيب بس هو لسه ما... لسه شويه؟ يعني خمس دقائق. لا مش هنلحق في نشر للاسف. انا قلت لك احنا عايزين نلحق نخلص الوقت بيجري. طب السلطه طب حتى اقول لهم تتعمل ازاي؟ سلطه الهواي. عندنا خس. فلفل الوان. تفاح وكيوي. اوكي. وكيوي والاناناس. تمام تمام. عايزين نعملها بسرعه نعملها مش هنلحق خلاص للاسف. انا بشكرك جدا نورتنا. ربنا يحفظك يا رب. شكرا يا محمد نورتنا. ماشي سلام عليكم. مشاهدينا هخلص بقى وطلعها انت بقى. طيب انت ماشي. كمل انت شغلك. طيب ماشي. بشكر حضراتكم وان شاء الله لقاءنا بكره مع حلقه جديده بزينه. وبفكركم مره ثانيه ان احنا كنا عاملين مكرونه باللحمه القطع وشوربه بروكلي وسلطه. شكرا لحضراتكم. شكرا يا محمد.